القاسمي بطلت العرب في رياضة الكيوان وبطلت المغرب 5 مرات على التوالي. كنت نشامي لجمعية التين الزبيري اللي كشرف عليها المدرب ورئيس جمعية التين الزبيري هشام الزبيري. من هذا المنبر كنوجه لي الشكر تحية تحية اللي هو الأستاذ ديالي هو اللي يعني قام ب زعما بتكوين البطلة شيماء. والحمد لله ليلة الأبطال هي كتعرف دابا النسخة الخامسة ديالها من تنظيم أستاذ هشام الزبيري اللي كيحاول كل عام ينظمها. ومن هذا المنبر كنوجه ليه الشكر. ويعني ليلة الأبطال هي يعني جاءت بعد الأستاذ ديالي هشام الزبيري وكان تنظيم في المستوى باستضافة الأبطال